يلا يا سيدي الحمد لله سلام. مستر روبرتو اكسكيوز مي جمانة، روحي اعملي لقاء صحفي مع سيف المختار. انا وفورا مع سيف المختار. طبعا شوف عني بكم. تفضل. مساء الخير، كيفك سيد سيف؟ انا جمان السعيد من جريده المشاهد. ممكن حضرتك تعطينا كلمه بس في هاي المناسبه السعيده؟ شو حابب تقول للسيد ابو درغام؟ عبود عبود ظاهر زهدي ما بضيع وقت السدر. استاذ مسعود انا طمعان في زياده مساحتكم الاعلانيه. يعني ما بكفيك اللي عم بيوصلك؟ لا هو بكفي بس انا بدي اكثر. اوكي الايام الجايه ان شاء الله بنحرك لك امور. حلو، يعني بفهم من هيك انه في مشروع جديد. شوف هلا لا تقعد تستعرض عضلاتك الصحفيه، انا ما راح اصرح لك ولا باي مشروع. استاذ مسعود دائما حريص دائما. طب شو بتحكي لنا عن مشاريع مجموعه سيف والبرهومي القادمه ان شاء الله؟ ما راح يجاوب. إذا مصرة على سؤالك ما إلك غير المهندس سالم. هاد أوكي، شكراً شكراً كثير، شكراً لتعاونك. أهلاً شكراً. أهلاً. فرصة سعيدة سيد بيك. شكراً أهلاً. عبود مرحبا. أهلاً حضرتك مهندس سالم؟ مظبوط، أنا الصحفية جمال السعيد. أهلاً وسهلاً، تشرفنا. أهلاً فيك.